صباح الخير. احنا كنا اتكلمنا في مرات سابقة على او في بعض المقالات بتتكلم على استخدام الزنك كنوع من تقوية المناعة وكنوع من التقليل من الاجهاد التأكسدي، وربما بيكون الميكانيزم بتاع هذا الموضوع له ارتباط بان الزنك بينشط السوبروكسيد ديسموتيز انزيم اللي هو الانتي اوكسيدانت انزيم، ربما انه كان الزنك استخدامه في البروتوكولات بتاعه الكورونا بيساعد على ان الفيروس ما يلزقش في الرئتين عشان يتسبب في مشاكل الرئتين. وفي مقالات جايه هتتكلم على انه استخدام الزنك وفيتامين سي لتعزيز المناعه اثناء الكورونا، في اراء مع وفي اراء ضد، في اراء تقول لك جاب نتائج كويسه وفي اراء تقول لك ما جابش نتائج خالص. لو جينا نتكلم النهارده على موضوع المناعه اللي هي بيعززها الزنك، نتكلم عنها بسرعه ونتكلم عن الاغذيه اللي بتحتوي على الزنك، وبنقول ان المناعه يمكنها محاربه الخلايا الغريبه لحمايتنا من الحساسيه والامراض المختلفه مع استمرار جائحه كورونا. بيتم التاكيد مرارا وتكرارا على تعزيز المناعه من خلال الانظمه الغذائيه او المكملات الغذائيه، ويعد الزنك عنصر غذائي أساسي لأنظمة المناعة لدينا. وفقا لموقع الـ NDTV Food، يرتبط الزنك بالعديد من الوظائف البيولوجية في جسم الإنسان ويشارك في عمليات خلوية متعددة. يعد الزنك عنصر حيوي لأكثر من 300 إنزيم في الجسم، ويلعب دور رئيسي في تخليق البروتين والتئام الجروح وتخليق الحمض النووي وانقسام الخلايا، كما أنه مطلوب أيضا من أجل حاسة التذوق والشم. الى جانب ذلك بيشكل الزنك مكون رئيسي في اللي هو ال WBC الذي يحارب العدوى. ومن المفارقات على انه رغم من كون الزنك عنصر اساسي غذائي، الا ان جسم الانسان لا يمكنه انتاج وتخزين الزنك بمفرده، لذلك يجب تكميله من خلال النظام الغذائي. للاضافه الى ذلك بيقلل نقص الزنك الاستجابات المناعيه الفطريه والتكيفيه، بيتضح نقص الزنك من خلال الاجهاد التاكسدي وزياده عمليه الالتهاب، بالاضافه لموت الخلايا المبكر على المستويات الخلويه والشبه الخلويه. في هنا جزئيه مهمه، الاغذيه اللي بتحتوي على الزنك بتعتبر الاطعمه التي تحتوي على الحيوانات او المصدر الحيواني افضل مصدر للزنك. بيتصدر المحار قائمة اللحوم والدواجن التي توفر معظم الزنك، وزي ما قلنا العيش البلدي بتاعنا غني بالزنك الردة اللي فيه، والاطعمة ذات الاصل النباتي منخفضة بشكل عام في محتوى الزنك مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والحبوب البقوليات، وترتبط بتربط الزنك وتمنع امتصاصه. قد يستفيد النباتيون من استخدام بعض طرق تحضير الطعام التي تزيد من التوافر البيولوجي للزنك، على سبيل المثال نقع الصويا الفاصوليا والحبوب والبذور في الماء لعدة ساعات قبل الطهي، ويعتبر تحميص الأطعمة أو تخميرها مفيد أيضا. وتشمل الأطعمة النباتية التي تحتوي على كمية كبيرة من الزنك المكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو والبذور، كذلك عباد الشمس واليقطين وبذور البطيخ، الحليب، منتجات الألبان، الحبوب الكاملة، البقوليات، الحمص، العدس، الفول. وتعتبر الفواكه والخضروات الطازجة بشكل عام مصدر فقير للزنك، ومع ذلك فإن الفواكه والخضروات اللي تحتوي على مصدر أفضل نسبيا للزنك الأفوكادو والرمان والجوافة والفطر والسبانخ والبروكلي على التوالي. مع السلامة.